كما كتعرفوا الجارة الجزائر دائما انها كدير المناوشات، فهو الزليج عمره ما كان ديال الجزائر وعمره ما كان ديال شي دولة. الزليج فهو سميتو الزليج الفاسي، وفاس توجد في المغرب وهي العاصمة العلمية للدولة المغربية، المملكة المغربية. وكذلك انه هاد الناس هادو كيدعيو البهتان، تيدعيو الباطل، انهم ما يمكن شيء، ما عندهم حتى معلم، حتى معلم ما عندهم، ما عندهم حتى ورشة، ويمكن يهضروا على انهم عنده، على انه الزليج الفاسي فهو زلي جزائري. اولا ما عندهمش، عن المغرب عنده بزاف ديال المؤهلات. اولا المعلمين، فهو كاين واحد العدد المعلمين كثار اللي هما حافظوا على هذا الموروث وحافظوا على هذه الحرفه. كذلك رقم المعاملات اللي هو كيشكل 48% من 48% من الصادرات ديال الصناعه التقليديه كلها زليج فاسي. وكذلك انهم كان تحداهم يقولوا شي مقاوله جزائريه انها قدرت تصوب قصر او مسجد او شي بنايه، شي بنايه اللي فيها الزليج البلدي في مدينه من الجزائر في اي دوله عربيه. اما الحرفيين المغاربه وحرفيين ديال الزليج التقليدي فهم حرفيين معروفين، كذلك المقاولات ديالهم كلهم معروفين، وتيخدموا خارج المغرب وداخل المغرب، وكذلك كيخدموا في القصور، تيخدموا مساجد في افريقيا، في الخليج، في الدول العربيه، في امريكا. اول من مستقبل ديال المنتوجات الزليج في المغرب، في الدول في العالم، هي امريكا بالنسبه للزليج التقليدي. ما كيمشيو لا الجزائر يديو، يجيبوا لنا غير شي واحد صدروا له درهم ديال دينار ديالهم ديال الزليج. فهذا حرفه، هذا كذب وبهتان. وكذلك انه لابد انه دارت، الحمد لله خدات الغرفه اجراء انها دارت واحد الحرفيين ديال الزليج لا في مدينه فاس وكذلك مدينه مكناس، التعاونيات والجمعيات والقطاع والحرفيين الفرادى وكذلك المقاولات المصدره، انهم داروا واحد عريضه وتقدموا بها للغرفه، وراسلنا احنا العريضه للسيد رئيس الحكومه، للسيد رئيس وزيره السياحه والصناعه التقليديه، والسيد وزير السيد وزير الثقافه، وكذلك السيد وزير الشؤون الخارجيه. وتقدمنا كذلك بعريضه وبلاغ، درنا بلاغ كمكتب غرفه الصناعه التقليديه اللي تيندد وتيشجب جميع التصرفات لا مسؤوله ولا اخلاقيه، اللي هم انهم كيترموا على واحد القطاع وعلى واحد الحرفه اللي ما يقدروش حتى يواجهوا الناس بها. ما عندهمش حتى ورشه، ما عندهمش حتى معمل، حتى محل، حتى مصانع، لان حتى هما البنايات اللي عندهم وعلى قلتها انها تصوبت في المغرب، ومعلمين ايادي مغربيه وحرفيين مغاربه اللي قدروا يصوبوها. هذه مسؤوليه وزاره الثقافه، والثقافه الان راه هي دابا احنا صيفطنا عريضه ديال الحرفيين، وصيفطنا عريضه كذلك بلاغ اللي درنا كذلك المكتب ديال غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس، باش نوقفوا هذا، باش يتعرضوا لهذا الملف ديال 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 الزليج. ولا اظن لانه ما عندهمش حتى المعطيات باش يعزوا الملف ديالهم، واخا تحط طلب لليونسكو لابد خص يكونوا عندك معطيات. اين هما الحرفيين؟ اين هي الماده الاولى؟ الماده الاولى فين هي؟ من يجيبوها؟ هادو ناس اللي هما غير عقلاء وغير لعبات عندهم، دوله كلها كدير لعبات اللي غادي يمشيوا يديروا واحد الحرفه ما عندهم فيها حتى معلم. وحنا رحنا درنا العريضه وتقدمنا للسفير ديال اليونسكو في باريس باش نتعرضوا على ذاك هذيك، وتيظهر لي على انه وزاره الثقافه الان راه خدات الاجراء باش يمكن لها. مع الاسف انه راه معطل، كان خصو يكون قبل، لان الانذار راه جانا منين ناضوا لبسوا الزواقه ديال الزليج التقليدي في 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 لا كوب دي موند في قطر، راه كان ديك الساعه ناقص الخطر، وكان ديك الساعه خص تحرك وزاره. على كل حال الملف ديالنا حنا اقوى منهم، والملف على حق، وملف اللي هو ما يمكنش. ان شاء الله تعالى راه الاجراءات كاينه، وكاين تنديد سيدي على الصعيد الوطني، كذلك القفطان المغربي.
القفطان المغربي، تيهضروا على القفطان المغربي. القفطان المغربي عطيونا موديليست وحده ولا 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 مصمم واحد اللي دار مهرج، اللي دار اللي دار اللي دار عرض ازياء على القفطان المغربي. هادو الناس تيهضروا فاقد الشيء الى يعطيه. على كل حال الامور الحمد لله، حتى كذلك المعلمين لي موديليست ديال الستيليست ديال القفطان على الصعيد الوطني، راه داروا واحد العريضه تمديديه ورحنا كذلك رحنا راسلناها في الجهه ديال فاس مكناش، راسلنا لجميع المسؤولين باش انه يكون تعرض على جميع هاد جوج ديال الحرف اللي هما بغات ترمى عليهم، وما عارفين راسهم خاسرين هاد البرطيه غير تيناوشوا الصلاه على النبي. ان هذاك الطين، هذيك الماده الاوليه، هو هذيك التربه اللي كيخدموا بها، هذاك الطين اللي كيخدموا به الزليج التقليدي، فهو طين اللي هو ملائم لا الالوان ديالو ولا الليونه ديالو باش يمكن لهم يكسروه ويقدروا يخدموا فرمه صغيره. هادشي هذا كله تيدار بهذا الطين اللي هو معروف ديال بنجليق في مدينه فاس، واللي هو درس دراسه على ذاك الطين، على انه كاين اللي هو 800 سنه المده الاستهلاك ديالو، على حسب هادشي كنستهلكو انه تيقدر يعطينا من دابا 800 سنه وحنا كنخدموا بذاك الطين. بمعنى كاينه ماده اوليه مهمه، كذلك انه ذاك اللون، ذوك الالوان ديال الزليج الفاسي ما يمكن لهمش يجيو في اي من اي طين. كاين عندنا طين هنا في مكناس ماشي هو ديالها، ماشي اللي دار به الزليج الفاسي، يمكن دار به الحرش، كذلك كاين طين في تطوان، كاين كذا، ولكن هذا اللي يمكن تقصر تخدم به فريمات صغار وتكسره وداك الشيء وما يتهرش وما يضيعش، فهو هو الطين ديال فاس. وهذا الزليج سميتو الزليج الفاسي، احب من احب وكريه من كريه، بقوته الانتاجيه، بعدد الصناع الذين هذيك، بقى ذلك برقم الصادرات ديالو، هادو كلهم ما يمكنش يمحيهم التاريخ.